اشترك بقناة ملخصات كتب ليصلك جديد الملخصات. إذا أعجبك الملخص اضغط على لايك وشاركه مع أصدقائك. خص كتاب قواعد الحياة، الكتاب الذي حقق أعلى نسبة مبيعات على مستوى العالم. قواعد الحياة هي المبادئ الإرشادية التي سوف تساعدك على الاستمتاع إلى أقصى حد بالحياة وتقبل تقلباتها والتعامل معها على نحو أكثر سهولة، مما سيجعلك بالتالي أكثر سعادة وهدوءا ورضا، بحيث إنك سوف تشعر بالمزايا وكذلك كل من حولك. كتاب سلس وبسيط لمحبي القراءات السريعة، وضعت فيه نحو 100 قاعدة في شؤون الحياة المختلفة. تطرقت هذه القواعد لعلاقة الفرد بأسرته وأصدقائه وشريك حياته وزملائه في العمل وغيرها. من هذه القواعد اخترت لك. الكتاب عبارة عن 5 أجزاء، وهي المجموعة الأولى تضم مجموعة من قواعد من أجلك والتي سوف تعمل على تحقيق سعادتك على المستوى الشخصي، وتشمل كل السمات والصفات وأسلوب التعامل الذي يجب أن تتبعه لكي تشعر بالرضا عن نفسك. ومنها: سوف يتقدم بك العمر ولذلك لن تصبح بالضرورة أكثر حكمة. إن الحكمة لا تعني عدم اعتراف الأخطاء، وإنما تعلم كيفية الإفلات منها بكرامتنا وسلامتنا العقلية. اقبل ما حدث قد حدث وأنت بحاجة لأن تتخطاه. اقبل نفسك، فلا يجب عليك أن تحسن أو تغير أو تناضل من أجل المثالية، وإنما العكس تماما، فقط اقبل نفسك. اعلم ما يهم وما لا يهم. هناك بعض الأشياء التي تكون مهمة في الحياة والكثير من الأشياء التي لا تهم. كرس حياتك لهدف. المقياس الذي يمكنني أن أقيم به طريقة أدائي وأفعالي والغاية التي أتحرك إليها. كن مرنا في تفكيرك. حاول أن تنظر إلى الحياة ليس باعتبارها عدوا، ولكن على أنها صديق مشاكس. اهتم بالعالم الخارجي، لأن الاهتمام بالعالم الخارجي يعني أنك تعمل على تنمية نفسك، أي تعمل لصالحك وليس لمصلحة العالم. اتخذ جانب الملائكة وليس جانب الوحوش. قد تجد نفسك ممزقا بين ما يريد عمله وما يناسب الآخرين. كن آخر من يرفع صوته. ارفع صوتك هنا لأن الحجة ضعيفة. ليتني فعلت هذا وسوف أفعل. ينقسم العالم إلى فريقين، الأول هو الذي ينظر إلى الآخرين بعين الحسد، والثاني هو الذي ينظر إلى الآخرين على أنهم أداة تحفيز. ليكن هدفك هو أن تكون الأفضل على الإطلاق في كل ما تقوم به وليس الثاني. إن فشلت فلا بأس، ولكن أن يكون هدفك هو أن تكون الثاني فهذا هو الخطأ. لا تقبع في الماضي، عش هنا، عش الآن، عش هذه اللحظة، لا تعش في المستقبل. إن الأحلام عظيمة، ولكن الواقع لا بأس به هو الآخر. واصل حياتك فإنها ستمضي سريعا. عليك أن تفكر قليلا إن كنت تريد أن تحصل على الأفضل في حياتك. ضع خطة، إن لم تضع الخطة فسوف تبقى خاملا. تحل بحس الدعابة، اكتشف جانب المرح في كل ما تلقيه الحياة في طريقك. تعلم طرح الأسئلة، إن الأسئلة تساعد على توضيح الأفكار. لتكن لديك كرامة، الكرامة تعني التحلي باحترام الذات والاعتزاز الهادئ بالنفس. لا بأس بالمشاعر القوية، إن كتمان مشاعرك ليس شيئا جيدا، إنك تسحقها بهذه الطريقة. تعلم متى تصرف نظرك ومتى ترحل. إن كان ميتا فلا تتفقده كل 5 دقائق بحثا عن النبض، لقد مات، ارحل. اعتني بنفسك، لقد أصبحت شخصا ناضجا يعتمد على نفسه الآن. احرص على العادات الطيبة في كل شيء، مجاملة الغير عندما تشعر برغبة في ذلك، عدم دس أنفك فيما لا يعنيك. الحفاظ على العهد، الاحتفاظ بالسر، اعتذر عندما تتجاوز حدود شخص ما، اشكر الآخرين ممن اعتنوا بك وتحلى بالرقي وحسن الخلق.
ضع حدودا لنفسك، إن وضع حدود شخصية يعني أنك سوف تتخلص من خوفك من الآخرين. فكر بنفسك، نشعر جميعا برغبة في الاندماج وبرغبة في أن نكون جزءا من الجماعة وبرغبة في التفكير وبرغبة في الانتماء وبرغبة في التقدير. الشخص الصالح فقط هو الذي يشعر بالذنب. إن كنت تشعر بالذنب فهذه إشارة جيدة. إن لم يكن بوسعك أن تقول شيئا طيبا فلا تقل شيئا بالمرة. هذا يا عزيزي ما يطلقون عليه اسم مغامرة. المجموعة الثانية، قواعد شراكة التي يجب أن تتبعها في التعامل مع رفيقك أو شريكك في الحياة، وتوضيح كيفية سعيك لإسعاده وتفهمه وإشباعه مما يعود عليك بالسعادة. ومنها امنح لشريكك مساحة لنفسه. ما الذي جنبك إليه؟ ما الذي كان يميزه؟ ما الذي أشعل فيك الرغبة في الارتباط به؟ كن البادئة في تقديم الاعتذار. يمكنك أن تتأسف أو تقدم اعتذارك مع الاحتفاظ بكرامتك واحترامك. احتفظ دائما بشخص أو شيء يسعد بلقائك. نحن جميعا بحاجة إلى شخص يسعد لرؤيتنا، فهذا يشعرنا بالجدارة والاستحقاق. وأخيرا، القناعة هدف أسمى. إن الرضا أو القناعة هي ما تتطلع إليه بعد أن تخبو المشاعر المتأججة. المجموعة الثالثة من قواعد الأسرة والأصدقاء، فهي قواعد التعامل مع ما حولك، علاقتك بالأصدقاء والأسرة والعائلة، كيف ترتقي بعلاقتك بهم، وكيف تحتويهم وتتفهمهم وتعمل على إسعادهم وتقبلهم. أولاً، لا تنشغل أبداً عن الأحياء. كلما بذلت الوقت في دعم العلاقات زاد مردود العلاقة عليك. ثانياً، دع أبناءك يتعثروا بأنفسهم، فإنهم ليسوا بحاجة إلى أي مساعدة من جانبك. لا يمكن أن تظل توجههم طوال الوقت، وإلا فإنهم لن يتعلموا أبداً بأنفسهم. امنح أبناءك استراحة، إنهم يتلقون الكلمات واللكمات من كل جانب، ولعل أكثر الكلمات تردداً في حياتهم هي كلمة كلا. كن متواجداً حول من تحب. يجب أن يتولى شخص ما مهمة رفع العبء ودعم المعنويات ودفع الاكتئاب. خامساً، حمل أبناءك مسؤوليات. عندما يكبر الأبناء عليك أن تتراجع قليلاً وتمنحهم المزيد من الفسحة والحرية. المجموعة الرابعة من القواعد الاجتماعية للتعاون والعطاء والعفو لن يضيرك منها. أولاً، العفو لن يضيرك. إن التحلي بالتسامح لا يعني أن تسمح للآخرين باستغلالك. ثانياً، ما الذي يحمله هذا لهم؟ سوف تحصل على ما تريد، ولكن مع شعور الطرف الآخر أنه هو أيضاً قد حصل على ما يريد. ثالثاً، صادق الشخصيات الإيجابية. ليس هناك معنى لمصادقة شخص يشعرك أنك في حالة سيئة. رابعاً، وكن سخياً في وقتك ومعلوماتك. إن كنت تملك موهبة أو خبرة خاصة فانقلها للغير. خطط لمستقبلك المهني. إن ملازمة المنزل والاكتفاء بمشاهدة التلفاز ليس خياراً في واقع الأمر. المجموعة الخامسة والأخيرة على قواعد العالم، تعاملك مع العالم والكون كله من حولك، لأنك جزء من كل وجزء من الكون، وعليك أن تتضلع بدورك وتقوم بمهمتك أيذاء العالم. ومنها، أولاً، انتبه للضرر الذي تحدثه. هذا لا يعني أننا يجب أن نسعى دائماً لفعل الصواب، وإنما يجب على الأقل أن نفكر في الأمر قليلاً. ثانياً، كن جزءاً من الحل للمشكلة. ثالثاً، ترى ما الذي سوف يحكيه عنك التاريخ. قد يذكرنا التاريخ على أننا وحشيون. رابعاً، ابقى عينيك مفتوحين طوال الوقت، ولكننا إن حشدنا مجهودنا معاً فسوف نحدث فارقاً عظيماً. وقد ختم الكاتب كتابه بهذه العبارة: يستطيع الآخرون أن يكونوا جيدين، ولكنك ستكون الأفضل. تجدون رابط شراء الكتاب بمربع الوصف أسفل الفيديو. اشترك بقناة ملخصات كتب ليصلك جديد الملخصات. إذا أعجبك الملخص اضغط على لايك وشاركه مع أصدقائك و
واكتب لنا رأيك فيه في التعليقات.